خلونا نتكلم في الإحصائيات ديت. طبعا اتفضل. معانا الناقد الرياضي المغربي حمزة الشيوي، ده اتفضل. موجود معانا على التليفون. أستاذ حمزة، أهلا بيك ومرحبا بيك في قناة النادي الأهلي. اهلا بك زميلي واخي النجم الكبير واللاعب المميز هاني رمزي، واهلا كذلك بضيوفك الكرام اللي معك في الاستوديو اهلا بك اهلا وبكل بك. مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي، وكذلك اهلا بفريق الاهلي هنا في المغرب بلد الثاني. اهلا بيك. وحضرتك عايزين تشرح لنا ايه الاجواء دلوقتي 48 ساعه قبل مباراه الوداد والاهلي؟ الشارع المغربي او الشارع الرياضي مستعد لهذه المباراه ازاي، والاجواء قبل المباراه؟ أكيد أخي هاني، أنت كلاعب سابق تعرف الأجواء كيف تكون عندما يتعلق الأمر بمباراة أو بمواجهة مصرية مغربية، سواء صحيح. كانت على مستوى المنتخبات أو على الأندية، فهذا ديربي خاص يعني، ودائما هذه المواجهات تلعب على صفيح ساخن، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بفريق الوداد والأهلي وكذلك الرجاء والزمالك. لا حديث في الشارع الرياضي المغربي منذ تقريبا في الثلاث الايام الاخيره والى الان والى غايه نهايه الاسبوع، سوى عن مباراه الاهلي والوداد ومباراه الزمالك والرجاء. كل الجماهير المغربيه تترقب بشغف كبير، كل الجماهير تنتظر باي سيناريو ستلعب مباراه الذهاب بين الوداد والاهلي، باي سيناريو سيظهر الفريق الاحمر فريق الوداد الرياضي الذي خسر لقب الدوري لصالح الرجاء، بأي طريقة سيظهر هذا الفريق بقيادة المدرب الجديد على الوداد كامونتي، وبأي طريقة سيناقش فريق الوداد هذه المباراة، وكذلك كيف سيلعب الأهلي هنا بالدار البيضاء في انتظار مباراة الإياب هناك بمصر. على سبيل الذكر اللي حضرتك اتكلمت عليه، خسارة الوداد للدوري المغربي في اللحظات الأخيرة، هل كان ليها تأثير سلبي على الاستعداد النفسي وجماهير طبعا الوداد اللي كان كمان نفسها تحقق بطولة الدوري قبل الدخول في المعركة الأفريقية؟ أكيد دون أدنى شك زميلي هانت، أنت تعلم أن السيناريو الذي لعب به الدوري المغربي وكيف أسدل الستار على منافسات الدوري المغربي، الوداد كان بطل إلى غاية آخر 10 دقائق مزبوط. من عمر الدوري المغربي البطل، وفي آخر الأنفاس اللقب عاد لفريق الرجاء، فأكيد نفسية لاعب الوداد ستكون متأثرة، لكن كاريزما فريق الوداد وكاريزما كذلك اللاعبي الوداد الذين اصبحوا متمرسين على المواعيد الكبرى وعلى دوري ابطال افريقيا، شاهدنا الوداد كيف انهزم الموسم الماضي بطريقه ربما غير شرعيه امام الترجي، الوداد بطل افريقيا سنه 2017، فالفريق وهذه التركيبه وعدد من اللاعبين اصبحوا متمرسين على المواعيد الكبرى ولاعبين محترفين، اكيد على انهم طووا صفحه الدوري المغربي والان يركزون على دوري ابطال افريقيا، لانه عند لو تاهل فريق الوداد على حساب الاهلي ووصل الى الفاينل ووصل الى المباراه النهائيه، فاكيد جماهير الوداد ستكون سعيده جدا طبعا، ستكون يعني رغبتها اكبر في يعني نسيان لقب البطوله بلقب دوري ابطال افريقيا ان تحقق لصالح الفريق الاحمر فريق الوداد. ده على مستوى اللاعبين. نيجي على مستوى الإدارة الفنية وإدارة جاموندي المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الأخيرة، 8 مباريات في الدوري، وعلى الجانب الآخر قدوم موسيماني مدير فني للنادي الأهلي. استقبلت الجماهير أو الصحافة المغربية وجود موسيماني إزاي، ورأيها في جاموندي خلال 8 مباريات اللي فاتت مع فريق الوداد؟ أكيد أخويا هاني، أنت تعلم أن ربما ما يعاب على أي فريق في العالم هو التغيير المتواصل بالنسبة للمدربين، هو نفس الخطأ اللي وقعت في إدارة الوداد هذا الموسم، فجاموندي هو رابع مدرب سيشرف على الوداد، كذلك نفس الخطأ ربما وقعت في إدارة الأهلي، لأنه ذهب مدرب وجاء مدرب المدرب الجنوب أفريقي موسيماني على قبل أيام قليلة من مباراة الوداد، يعني نفس الفريقين معا ربما عانوا من نفس المشكلة على مستوى الإدارة التقنية، لكن موسيماني ربما يعرف الوداد، كذلك فريق الوداد هو يتابع فريق الاهلي، وانا اعتقد يعني من خلال وجهه نظري الخاصه ومن خلال متابعتي للمباريات، وانت تعلم كذلك انه في مثل هكذا مباريات تدوب الفوارق، حتى وان كان الوداد اخر ترتيب الدوري المغربي صحيح، كان الاهلي اخر ترتيب الدوري المصري، لما تكون المواجهه مصريه مغربيه تعتبر مباراه فاينل في حد ذاتها وتدوب فيها كل الفوارق، فاعتقد على أن الفريق الذي سيكون جاهز بدنيا وتقنيا وتكتيكيا خلال 90 دقيقة هو من سيكسب، كذلك الوداد عنده بعض اللاعبين الذين مارسوا في المباريات الأخيرة، وأتحدث على وجه الخصوص على بالنسبة للظهير الأيسر يحيى عطية الله الذي أصبح من
بين ابرز اللاعبين داخل الكتيبه الحمراء، كذلك بعض اللاعبين استانسوا ربما مع الاجواء الذين وقعوا في المركز الشتوي ابرزهم كما قلت يحيى عطيه الله، لكن تبقى الفوارق تدور في مثل هكذا مباريات، والفريق الذي سيكون مركز بنسبه 100% هو من سيكسب الرهان في هذه المباراه التي ربما بين قوسين لا تقبل التكهنات قبل بدايتها. ده حقيقي، طبعا المباراه تتوقف على حاله اللاعبين اثناء المباراه وفي يوم المباراه نفسه، واعتقد فريق الوداد وفريق النادي الاهلي عنده من اللاعبين المميزين وعنده من الخبرات الكبيره جدا ان يقدموا لنا كمان مباراه جيده تليق بقبل النهائي الافريقي للتشامبيون ليج الافريقي. لكن خلينا نتكلم على حضرتك من وجهه نظر الفنيه، شايف مين ابرز اسلحه النادي الاهلي اللي ممكن تمثل خطوره على فريق الوداد؟ أكيد النادي الأهلي عنده مجموعة من قطاع الغيار، لكن أنا من خلال متابعتي للفريق في المباريات الأخيرة في الدوري المصري وكذلك قبل كورونا في المباريات اللي لعبها في دوري أبطال إفريقيا، أعتقد على أنه الأهلي مع المدرب السابق كانت قوتها ربما في المجموعة. الأهلي بذلك الفريق المتنوع تكتيكيا في طريقة اللعب، فالأهلي تجده أحيانا يلعب يأتي من العمق، أحيانا يأتي من الأطراف. ف لما نتحدث عن الاهلي المصري حتى نكون واقعيين، فانا اتحدث عن نادي عملاق افريقيا وكذلك عربيا، لهذا الاهلي ليس بذلك الفريق الذي قد يعتمد على لاعب واحد او اثنين، فهو فريق متنوع، فريق قوي، فريق يستانس مع الاجواء الكبرى المباريات الكبيره، ترفع على عرش القاره السمراء في مواعيد كثيره، لذلك اعتقد ان مباراه الوداد والاهلي تبقى مباراه قفل بالنسبه 100%، قد نقول على انها نهائي قبل الاوان، وكذلك مباراه الرجاء والزمالك نهائي قبل الاوان، صحيح. لهذا اعتقد على انه كما قلت في البدايه من سيكون جاهز لهذه المباريات، وانت اكيد تعرف لعبت مباريات كبيره سواء على مستوى المنتخب او على مستوى الفرق، حتى مباريات المنتخب المغربي والمصري التي لعبت هنا في المغرب او لعبت في مصر دائما ما كانت تاتي نتيجتها عكس كل التوقعات. ده حقيقي. الذي يكون جاهز هو الذي بالفعل الذي يكون جاهز 100% هو الذي يفوز بالمباراه، واعتقد ان الوداد لديه من الخبره الشيء الكثير، فالوداد تمرس على مثل هكذا مواعيد خصوصا في الخمس سنوات الاخيره، صحيح. ولك ان تتخيل انه فريق الوداد الموسم الماضي وصل للنهائي، كذلك 2017 توج باللقب، وكذلك فريق الاهلي، فاعتقد لمن يريد ان يقوم بقراءه سريعه فريق الوداد وفريق الاهلي سيجد انه الحظوظ متكافئه بين الفريقين، واعتقد ان 90 دقيقه الاولى و90 دقيقه الثانيه هناك في مصر هي من ستحكم. كذلك خليني اقول لك زميلي هاني ان قوه الوداد وقوه الرجاء في مركب محمد الخامس هي غائبه، هي الجمهور الكبير، الجماهير طبعا اي فريق، صحيح. الجماهير، فلما جاءت بايرن ميونخ الى المغرب وفيب غوارديولا المدرب العالمي قال على اني لعبت امام جماهير رهيبه، والحديث عن جماهير الرجاء، رونالدينيو نفس الكلام، فرق واجهت الوداد نفس الكلام، فقوه الوداد وقوه الرجاء هي في الجماهير الكبيره، للاسف الجماهير غائبه بسبب هذا الوباء، فاعتقد انه اللاعبين يجب ان يشحنوا انفسهم بانفسهم، وكذلك يعلموا ان تلك الجماهير التي تحضر في المدرجات بما يقارب 60,000 متفرج او 70,000 متفرج، فالملايين خلف الشاشات تتابع وقلبها ينبض بحب فريق الوداد وتريد فريقها ان ينتصر على الاهلي في هذه المباراه، وكذلك جماهير الاهلي في القاهره وفي مختلف المدن المصريه وكذلك في مختلف بقاع العالم قلبها ينبض بحب الاهلي وترغب في انتصار الاهلي، ونحن كمغاربه نتمنى انتصار الوداد ووصول الوداد الى النهائي وكذلك الرجاء على حساب الزمن. يعني طبعا الناقد الكبير حمزة الشيوي، طبعا شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى أكيد إن شاء الله أن المباراة تخرج في إطار زي ما بنتكلم يعكس مدى قوة الكرة المغربية والكرة المصرية، وعلى الجانب الآخر لأن المباريات النصف النهائية والنصف النهائي أو النهائي الأفريقي دايما ليه متابعة كبيرة جدا، نتمنى إن شاء الله أنها المباراة تخرج في شكل جيد يليق باسم النادي الأهلي ونادي الوداد. أستاذ حمزة شكرا جزيلا.